السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايرين الخوت؟ لاباس عليكم؟ الأحوال بخير؟ الناس كونوا لاباس مع هاد الأجواء ديال الوباء؟ أنتم كتشوفوا الشارع خالي، كاين بعض السيارات ولكن احنا مازال الناس كيخرجوا ولكن ماشي بزاف. كاين تحركات ولكن قليل، يعني ماشي بزاف. المحلات الهندية تسدات، تم الإغلاق ديالها حيت المكان اللي كي يجيبوا منه الوضاعة كاع الناس اللي خدامين فيه داروا التيست بوزيتيف، يعني فيهم الفيروس، وقاعد ديك السلعه اللي عندهم في التخزين في المحل ديال المخزن ديال اللي فاش كيخزنوا السلع، قاعد داك السلع كلها غادي يرميوها وغيجيبوا سلعه جديده ويبدلوا الخدامه حتى يبرا، ولا يعني غادي يجلسوا واحد الاقل واحد الشهر عاد يعاودوا يفتحوا من جديد ان شاء الله. والله ما عافينا من هذا الوباء واحفظنا ان شاء الله. تعيامات حظي، تعيامات دير الاحتياطات الواجبة. إلا كانت مكتبة شي حاجة راه مكتبة عليك. هادشي اللي كان أمن به أنا وهادشي اللي خصو يكون، الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني ماشي كاع الحوايج الزوينين اللي غادي يصيبونا ضروري ما تجي شي حاجة يعني تبتلى بها ان شاء الله، سواء بالفيروس سواء بالمرض سواء بأي حاجة. كلنا سنبتلى، حتى إلا كنتي يعني انسان صالح راه غادي يبتليك الله. كنت انسان لا اله الا الله كلنا سواسية. كاين بعض السيارات اللي يعني كاين الحركة هنا شوية، ماشي بحال شي بحال بعض الولايات. خلاص يعني كاع المحلات كاع فقط المحلات التجارية اللي مازال خدامة، و
والريستورات يعني كيديروا الاوردر اونلاين ولا بار تليفون بار فون وكيمشيو يهزوا الاوردر ديالهم ولا الديليفري كيوصل لهم يعني توصيل الاكل يعني داك هادشي اللي خدام هاد الساعة ومستشفيات والبوليس والسلطات. الحمد لله يعني هذا الفيروس هذا جاء بشي حاجة خايبة بالسيء، ولكن في نفس الوقت جاب معه الأشياء اللي مزيانة الأشياء الخيرة. مثلا يعني في المغرب وربما في بزاف نتاع الدول ولات النظافة هي رقم واحد، تركيز على النظافة. الضياف ما بقاوش كيجيو، بقى في دارك يعني خلالو الضياف، وخرى الضياف فيهم البركة، ولكن اش غدير، حكمت عليها الظروف. السلام ما بقاش ماشي ولا خايف على راسو. الحوايج الزوينين كاين انسان ولا كيكثر من الدعاء ولا كيذكر الاسم ديال الله الذكر، والله يخليكم ديما كتذكروا الله وكت ترجعوا ليه، ان هادشي اللي خاصو يكون. وكنصح راسي حتى انا انسان كيسها، ولكن هادشي خاصو يعني الانسان خاصو يذكر الله ويرجع لله، لان هادشي اللي غادي تحصد ماشي الخدمه ديالك ولا الاهل ديالك ولا ولادك ولا اشنو ديتي معك. ذكرتي الله، تعبدتي، صليتي، زكيتي، صدقتي، هذا هو احسنتي بالاهل ديالك، حتى هذا الشيء دخل في بين في الصداقات. احسنتي بالاهل ديالك، تهليتي في وليداتك، لعبتي معاهم، عطيتيهم الوقت. بزاف نتا الناس كانوا مبليين بالمقاهي، دابا ما كاينش المقاهي مقفله، فهذا يعني بزاف الناس كانوا كيدخنوا يعني في الشوارع كيكميو يعني السجائر، دابا ما بقاوش كيخرجوا بزاف يعني غيوليو ينقصوا من السجائر، حتى لا اضطر انه يعني يكمي او يتناول السجائر غادي يطلع السطح، ولا الا ما عندوش السطح يمشي للبالكو. يعني غيولي محرج بزاف، وخصوصا الا كانوا مع وليداته ولا والديه ولا. فنتمنوا من الله يعفو عليهم، الله يعفو عليهم مساكن، الله يخلي لهم صحيحتهم. ومحلات نتاع الخمر تسدات يعني من غير الا كان شي واحد اللي كيبيع خمر يعني في الخفيه في الخفاء وراء الستار، وغيكونوا لان الله يعفو على الناس اللي كيشربوا الخمر.
ضعفوا عليهم يعني. كاين اللي مدمن ما يقدرش يصبر. منهم الله هذا الفيروس هذا في هذه الفتره هذه بزاف الناس يجيهم الامر سهل باش يقطعوا هاد البليه هذه وهاد الحرام هذا ديال الخمر والمخدرات نقول لكم نتمنى من الله يلطف بينا ويلطف بالعباد ديالو والله يصلح الحال ودوام الحال من المحال يعني. هذا الشيء ما غيبقاش ان شاء الله، اسوا دعيت الله ولا ما دعيتوش راه ما غيبقاش هذا الشيء، ولكن تقربوا من الله، تقربوا من الله لان الله هو بيدو كل شيء. سوا درتوا الدواء ولا لقيتوا العلاج ولا ما لقيتوش، راه هذا الشيء الله سبحانه وتعالى قادر يخرج ملايين الفيروسات. وبالنسبة يعني احنا يا ولينا كنتعدوا على حقوق يعني كنتعدوا على الدين ديالنا.